ولأنه فوائد الصيام كثيرة وعديدة، ومنها للصحة الجسدية أو حتى النفسية، فأكيد اليوم النساء بشكل عام ما بيتوانوا عن الصيام إن كانت المرأة مرضعة أو حتى حامل. فشو هي الإجراءات والنصائح الطبية والاستشارات الطبية المهمة لكل امرأة حامل أو مرضعة حابة إنها تصوم بشهر رمضان، بحيث إنه كل القواعد أو قاعدة واحدة أكيد ما بتناسب كل النساء الحوامل والمرضعات؟ صحيح يا عفاف، اليوم استفسارات كثيرة من السيدات الحوامل، يا ترى أنا بقدر صوم ولا لا؟ هل هذا الشيء ممكن يأثر على الجنين ويصير فيه خطر أكثر؟ طبعا اليوم مشاهدين القاعدة ما بتطبق على الكل، بتختلف حسب حالة الصحية للمرأة الحامل، حسب العمر، حسب كثير من الأمور اللي اليوم نحن رح نوضحها أكثر ونعطي شو هي النصيحة الطبية الصحيحة وشو هو النظام الغذائي اللي لازم تتبعه اليوم المرأة الحامل والمرضعة. تفاصيل كتير طبية رح نتعرفها مع ضيفنا يلي صار ضمن الاستوديو الدكتور شادي خلوف، اختصاصي الجراحة النسائية ومعالجة عقم وطفل الأنبوب. صباح الخير دكتور. صباح الخير. رمضان كريم. صباح الخير دكتور ورمضان كريم عليك يا رب. عليكم إن شاء الله. دكتور، يعني السؤال الشائع عند كل النساء الحوامل هلأ، وإن كانت خلينا نبلش بالنساء الحوامل قبل المرضعة، شو هي إمكانية الصيام عندها وممكن تبلش بالفترات الأولى من الحمل؟ هلأ إذا بنحكي عن الحوامل فأكيد كل الحوامل لما بيجونا بشهر رمضان ليسألوا كلهم راغبات إنه يكون في صيام. هلأ في جزء منهم ما أنه محبس إنه يكون أو إنه يصوموا لأنه الامتناع عن السوائل خاصة. نحن مشكلتنا مع الحوامل برمضان ما هي مشكلة طعام فقط، المشكلة الأكبر هي مشكلة موضوع نقص السوائل وموضوع الصيام لمدة طويلة 13 أو 14 ساعة. حالياً كان في أشهر أو في سنين بيكون فيها أكثر من 16 ساعة، فالمشكلة هي نقص السوائل اللي بصير بهالفترة. إن لم السيدة ما قدرت تعوضه بشكل كافي بفترة بين هي بين الفطور والسحور، فنحن رح نتعرض لنقص سوائل وبالتالي تجفاف، وهذا ممكن يحرض لمشاكل أخرى عند سيدات خاصة بيعانوا من أمراض ما فيكي انه يكون الصيام فيهم مانو مدروس فيها. بمعنى انه نحن بنقول لهم لما بدكم تصوموا بس بدكم تساعدونا بانه الفتره اللي هي بين الفطور والسحور تكون تقدروا تاخذوا فيها كميه سوائل كافيه، يكون طعام متوازن فيها، يكون خلال فتره الصيام يعني بين السحور وبين الفطور يكون هاي الفتره مضبوطه بالجهد، مضبوطة بالحركة، ما يكون فيها تعرض للشمس بساعات طويلة. فإذا ما فينا نقول إنه الصيام هو ممنوع عند الحوامل، ولكن حسب حالة كل حامل، حسب وضعها، الأمراض المرافقة، عندها فقر دم ولا لا، شو المشاكل عم تتعرض لها، عندها شو سوابقها الجراحية أو التوليدية السابقة، كل حالة إلى شيء خاص فيه. تمام دكتور، إذا كنا بالأشهر الأولى للحمل كيف ممكن اليوم يأثر الصيام إن كان على المرأة الحامل أو إن كان حتى على الجنين؟ هلأ الأشهر الأولى هي فينا نقول تقريبا أنه أسهل يمكن يكون فيها الصيام، لأنه أصلا ممكن وجود لوحام بالأشهر الأولى بيخلي الست ما تكون كثير أصلا هي عندها الشهية الكبيرة، ما يكون التركيز على الأكل شاغلها كتير بالة، معنا حتى في سيدات وصلوا مرحلة حتى سوائل ما بيقدروا ياخدوها بشكل مريح. فلذلك الأشهر الأولى هي الأشهر الأسهل بالنسبة للست اللي هي بدها تصوم، لأنه جسمه بحاجة كبيرة لسوائل أو لطعام، وخاصة يكون طعام متنوع ليدعم الجسم بالفيتامينات. فلذلك الأشهر الأولى هي يعني محظوظة السيدة اللي هي بيكون بشهر رمضان وهي حامل بأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى، لأنه رح يكون الموضوع نسبيا أسهل، إلا بحالات مثل ما ذكرت قبل شوي هي ما قادرة أنه تصوم لأنه ما بصير نحن نضل بلا سوائل فترة طويلة. طبعا يعني هي القاعدة ما بتطبق على كل النساء، يعني هلأ طبعاً. ممكن بعد الشهر الثالث تقول أنا آمن عندي الصيام؟ لا، حسب حالتك. حسب الحالة. طيب. إيه، لأنه ما كلهم بيشبهوا بعضهم. كل سيدة عندها سوابق مثلا حصيات كلوية كتير ما فيها تضل بلا سوائل 13-14 ساعة، هذا رح يحرض كريزات الرمل ونوبات القولنجات الكلوية، فرح ندخل بدوامة أخرى بهذا الموضوع. لا، بنفضل ما يكون في صيام
هل وممكن تتعوض ايام رمضان في بعد الولاده ان شاء الله. فالموضوع لا بده تنظيم اكثر من هيك. طيب خلينا ننتقل للام المرضعه. يمكن اليوم كثير من السيدات عندهم اطفال صغار فممكن يكون مناسب لهم الصيام، وفي كمان مرحله محدده للصيام المسموح فيها. هلا السيدات بالغالب الثقافه الشائعه انه هي المرضع لازم تاكل كثير، وغالبا بتلاقي السيدات مثلا خلال حمل سمنه 10 كيلو وسمنه خلال فتره الارضاع اكثر من هيك. لانه هذا الحقيقه خطا شائع. نحن بالارضاع بيهمنا اكثر شيء هو السوائل. الارضاع 90% من الارضاع هو مي، ولذلك الماء هو اهم ما يجب ان تحصل عليه السيده المرضع لحتى تقدر تكمل هالارضاع بشكل مريح لها ومريح لطفلها. فلذلك كمان الصيام عند المرضع بما انه في نقص سوائل رح يكون مدة طويلة وامتناع عن السوائل مدة طويلة، فكمان حسب حالتها هي بأي أشهر بالأرضاع. هي بأول شهر بالأرضاع صعب شوي، هي بآخر مثلا عم ترضع وهي صار لها 7 شهور 8 شهور ما عادت مشكلة كبيرة إذا تم تعويض السوائل. أما سيدة ولدت قبل شهر رمضان بأسبوع أو أسبوعين هي بذروة الأرضاع تبعها يمكن يكون نقص هي السوائل مؤثر على الأرضاع، وهذا شيء غير محبذ. فيمكن له ننصحهم بعدم الصيام ويتم تعويضه في فترات لاحقة. طيب خلينا نروح للبرنامج الغذائي اليوم للمرأة الحامل أو المرضعة. شو هي الإجراءات اليوم لحتى نحصل نحن على نظام غذائي متوازن ومناسب بالتالي تحصل منه المرأة على كل الفيتامينات والمعادن المهمة لصحتها وصحة الجنين كرمال نحن نتفادى أي مشاكل أو خطر على صحتنا؟ هلأ خضار وفواكه هن الأهم، لأنه الخضار والفواكه فيهم كمية سوائل كبيرة، فيهم فيتامينات ومعادن بشكل كويس جدا، وبيعوض الست الحامل خلال شهر رمضان عن نقص السوائل اللي هي بتتعرض له. فلذلك انا ما بيهمني قديش بتاكل لحوم، وما بيهمني هذا الاكل الثقيل اللي هو الرز يعني هذا الاكل صراحه هو للحامل وما له كثير مفيد، هو جزء من التنوع بالغذاء. بس اذا بدي اقول انا الافضل التركيز عليه اكيد هو الخضار والفواكه، نبعد عن العصائر اللي هي غالبا فيها كميات كبيره من السكر، ناخذ الفاكهه كقطع وليس كعصير لانه هذا بيكون يعني اقل ضرر، كميه السكر بتكون اخف. نحاول نعتمد على مشتقات الحليب كمان بشكل كويس بدون ما يكون فيها كميه ملح كبيره، لما ناخذ اجبان والبان يكونوا قليلين الملح طبعا، وكله هذا مع اخذ كميه كافيه من السوائل بالفترة المسموح فيها بتناول السوائل. فإذا الخضار والفواكه هن أهم شيء، ما كثير بهمني شو بتاخذ من أكلات أخرى طالما هي عم تركز على السوائل خضار فواكه فهذا كافي. طيب ممكن هون الأم أو الحامل ممكن تلجأ للفيتامينات والمكملات الغذائية وبتقول لك إنه أنا ممكن ما يصير معي شيء بدون استشارة الطبيب وبصوم. بالنسبة لهي الأدوية والمكملات الغذائية صح للحامل والمرضعة إن كان بصيام ولا هي عم تحاول إنه تعبي نقص عندها؟ لا هلا هي بتاخذ مكملات غذائية، ما لي مشكلة إذا أخذنا مكملات غذائية، بس أنا السوائل شلون بدي أخذها؟ ما في مكمل غذائي بعوض عن السوائل، أنا يعني مشكلتي الأساسية هي كيف سيتم تعويض السوائل. بس عوض السوائل بشكل مناسب فأنا ما عاد عندي مشكلة بالصيام، بس أنا جسمي يكون ما عنده أمراض أخرى مرافقة للحمل أو للإرضاع بتتعارض مع نقص السوائل، فمعناتها أنا ما عندي مشكلة بالصيام. فأما الاكتفاء بأنه أنا إذا أخذت مكملات غذائية فأنا هيك أموري تمام، لا الحقيقة يعني هذا فيه بكون عم نحمل جسم أعباء إضافية ما أنا مضطر عليها. خلينا لا نستشير الطبيب. مكملات غذائية هي مفيدة في موقعها، مفيدة لما بتكون حسب النقص اللي فيها وليست شيء إضافي. نحن في بعض الحالات لبعض السيدات اللي عندهم مخزون كافي من كل أنواع الفيتامينات والمعادن قد ما نعطيهم اي نوع من الفيتامينات، انه خليكم على غذاء متوازن فقط. في مدارس كثير بالعالم ما بتعطي فيتامينات اضافيه للسيده طالما هي المخزون بجسمها من الحديد والكلس والشوارد وكافي، فهي ما لها مضطره انها تاخذ فيتامينات. فانا ليش بدي احمل جسمي مكملات غذائيه؟ لانه هي بتعوضني عن الاكل؟ لا،
كل شيء له مكانه. أنا إذا أخذت غذاء بشكل متوازن وكافي، سوائل بشكل متوازن وكافي خلال الفترة اللي هي بين فطور وسحور، فأنا قد يغنيني إلى أنه أخذ أي مكمل غذائي. طيب بالنسبة لوجبة السحور دكتور، شو هي الوجبة اللي لازم تكون موجودة اليوم للمرأة الحامل أو المرضعة؟ أكيد سوائل منيح، أكيد خضار وفواكه، ومثل ما قلت لك مشتقات الحليب اللي هي ما فيها كميات ملح زايدة، لأنه هذا رح يزيد الحاجة للسوائل ويزيد العطش عند السيدة. يعني مثل ما نحن بنقول صحن السلطة والفتوش وهدول الشغلات يمكن يكونوا مع شوية لبنة وجبنة، ما نحمل كمان المعدة أعباء كبيرة، لأنه هذا شيء رح يعمل أصلاً عند السيدة الجهاز الهضمي خلال الحمل عليه عبء، لأنه الهرمونات الحمل بتخليه مسترخي فما بيقدر انه يقوم بعمليه هضم لكميات كبيره من الطعام. نحن دائما الحامل بنقول له بدل ما تاكلي 3 وجبات كبار كلي 6 وجبات صغار لحتى تقدر المعده تقدر تهضمهم بشكل مريح. فلذلك ما لازم يكون في كميات كبيره من الاكل تجي، وكمان حتى الفطور ما لازم يكون هيك فجاه نحن اخذنا كميات كبيره وبأكلات متنوعة متعددة منرصهم فوق بعضهم وقت الفطور. لا، ناخذ شيء خفيف، وممكن خلال الفترة بين الفطور والسحور نعمل وجبات متعددة تنوية. حتى المعدة تقدر تهضمهم بشكل متنوع. ولكن دكتور يعني اليوم بكل سؤال، والأهم شيء وأهم عنصر إن كان للمرأة الحامل والمرضعة هو السوائل. ذكرت حضرتك إنه أهم من كل الفيتامينات والعناصر والأكل. طبعاً 100% وكل شيء. 100% لأنه خلايا جسمنا كلياتها اصلا بنعرف جزء كبير منها من تركيبها هو الماء، فلذلك ما فينا نحن نستغني عن السوائل فتره طويله بدون ما يتم تعويضها بشكل كافي. عند سيدات قادرين انه او مسموح لهم بالصيام، في سيدات ما طبيا غير مسموح لهم بالصيام لانه عندهم امراض ما بتسمح انه يصوموا، عندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم مشاكل كلويه، عده امراض ممكن تكون مسببه لهذا الشيء. طيب اليوم كيف بتم تقييم المرأة الحامل وقدرتها اليوم على الصيام دكتور؟ يعني في فحوصات أو تحاليل تطلبوها اليوم من المرأة الحامل قبل ما تبلش الصيام كرمال يكون الصيام آمن بعيداً عن أي مخاطر؟ 100%. هلأ قصة السريرية تبعها هي اللي بتعطينا فكرة أنه نحن هل مننصحها بأنه ما يفضل أنه ما تصوم، ولا أنه هل الصيام رح يكون آمن طالما نحن قدرانين نلتزم باللي حكينا فيه بفترة بين الفطور والسحور. وتحاليلها المخبرية، هل عندها مشكلة سكر، هل عندها مشكلة ارتفاع توتر شرياني، عندها مشاكل ربوية، مشاكل كلوية كثير مهمة وتتفاقم أثناء الصيام إن لم يتم تعويض السوائل، فقد يكون أنا السيدة ماني قدران يعني خليها بلا سوائل فترة طويلة. سيدات اللي هن بالثلاث أشهر الأخيرة بأجنة حجمها كبير، فالرحم صار حجمه كبير، يمكن يكون ضاغط على احدى الكليتين يعمل استسقاء، ما فيني انا اترككم بلا سوائل، لازم يكون في سوائل دائما. فالتقييم والقصه السريريه هن اللي بيقدروا يعطونا اي سيده نحن قدرانين نقول لها مسموح وامن الصيام، واي سيده نحن بنقول لها لا معلش خلينا ناجل لهذا الشيء لبعد ما يخلص الحمل، لانه قد يتسبب لنا ب مشكلة كبيرة. لذلك لازم يكون السيدات واعيين لما اللي هن بدهم يعملوه وللصيام وما يعملوه. يعني احيانا بيجوا بيستشيرونا بنقول لهم ما يفضل الصيام وبيروحوا بيصوموا بتصير مشاكل. فلذلك لا، خلينا نكون واثقين بعضنا نستشير ونتشاور بهذا الموضوع اكيد يكون افضل. اكيد. طيب دكتور بالختام وباخر دقيقه من وقتنا، خلينا ناخذ من حضرتك اهم نصيحه او اهم النصائح اليوم لكل امراه حامل او مرضعه. هلا حكينا على يعني جمله السوائل كررناها كثير، معلش بنرد بنكررها، بين الفطور والسحور للسيد الحامل او المرضع الاكثار من السوائل، الاعتماد على الخضار والفواكه اكثر شيء بهي الفترة حتى الجسم يقدر يقاوم أو يكون مرتاح خلال فترة الصيام أو ساعات الصيام. ما نبذل مجهود كبير، ما نتعرض للشمس ونعمل أعمال مجهدة، بدنا نكون نسبيا مرتاحين. إذا ناويين أنه نصوم ونكمل شهر رمضان بشكل آمن ونكون مرتاحين فيه، فأكيد الالتزام بهي التعليمات رح يخليهم يعني يقضوا الشهر بشكل مريح كتير
وكل عام انتم جميعا واهم شيء استشاره الطبيب 100% اكيد. بالختام وانت بالف خير دكتور، وشكرا لكل المعلومات والنصائح الطبيه اللي قدمتها لليوم، وان شاء الله كل حدا تابعنا اليوم يكون استفاد من كلام حضرتك. الدكتور شادي خلوف، اختصاصي جراحه نسائيه ومعالجه عقم وطفل الانبوب، اهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور. جزيلا. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك. رمضان كريم.